ربنا سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. صح، القدر كله عند الله. ليه الغموض ده؟ ما سر غموض القدر؟ غموض القدر هو سر السعادة. يعني إيه؟ يعني لولا غموض القدر تفشل الدنيا. تخيل لو أنت عارف إيه اللي هيحصل السنة الجاية في مفاتيح الغيب الخمسة اللي ربنا عنده هو وحده لا يعلمها إلا هو. امتى يوم القيامة؟ رزقي قد ايه؟ حموت امتى؟ حموت فين؟ الارض هيحصل فيها تغيرات قد ايه؟ هتجوز مين واخلف مين؟ تخيل لو انت معاك الخمسة دول، تخيل لو ربنا اطلعك على الخمسة دول، ممكن تقولي حياتك هيحصل فيها ايه؟ لو انا عارف ان انا هكسب 1,000,000 جنيه الشهر الجاي، مش هشتغل الشهر ده وحنام في بيتنا، ما هو جايين 1,000,000 جنيه، ما هو القدر، انا عرفت ان في 1,000,000 جايين، خلينا ادخل وانام، فيجي لك نوع من الاكتئاب. أو العكس، مفيش فلوس دخلالك لمدة 2 سنين، اكتئاب حاد، وكمان مش هتشتغل. أو بعد 3 سنين هيجيلك 10,000,000 جنيه، فرحة شديدة بس حطت إيدي على تبوظ الحياة. لولا غموض القدر لما كان الاكتشاف، لما كان الإبداع، لما كان الحركة في الحياة. تأسن الحياة زي المية لما تأسن في مكان وتعفن وتبقى، لا هيحصل لك كده. غموض القدر هو اللي بيخليك تغوص جواك أكتر، وكل ما كان القدر غامض تدخل جواك أكتر وأكتر عشان تطلع اليقين. اليقين في إيه؟ إن الخير جاي على يد الله، لأن عنده مفاتح الغيب، لأن الغيب عند ربنا. وتبدأ تطلع يقين أكتر، وتطلع يقين في إيه؟ يقين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنك كل ما هتشتغل ربنا هيطلع لك الحلو، فتحسن وتحسن وتحسن لأنك مش عارف الغيب. فكان غموض القدر هو سر السعادة.